السلام عليكم، اهلا بكم في جنحودة للسيارات. معاكم مهند غلام 0505163525. زي ما وعدناكم اليوم احنا عندنا تجربة القيادة على السيارة الاكثر شهرة والاكثر طلبا حاليا في جنحودة للسيارات وفي الخليج وفي مصر، الكابتيفا ال 2021 السبع ركاب. هنجرب ال LT اليوم. طبعا ناس كتير سألت على موضوع المكيف، على السسبنشن، على العزل وعلى الثبات وعلى الصوت وعلى كل شيء. كل ده هنجربه وهنبقى معاكم ان شاء الله. اهلا بكم مرة تانية، معاكم مهند غلام. هنشوف السيارة من قدام زي ما احنا شايفين. النيو شيب ال 21 فئة ال LT سبع ركاب، عندنا فيها المحسسات الخلفية، الكاميرا الخلفية، الكشافات ال LED، الهالوجين هيد لامبس مع الفوج لايتس، الرنجات بتكون 17 مع تاير الكونتيننتال، المراية عليها الإشارات، في دخول ذكي على الأبواب، فيها فتحة، فيها الشدات اللي على السقف، فيها الكاميرا الخلفية احنا قلنا عليها. افتح لنا بس يا أستاذ علي لو سمحت. هنا السيفن سيت احنا هنجربها دلوقتي حالا مع السيد علي الكومي. زي ما احنا شايفين السياره بتطلع من وكاله بن حموده للسيارات في ابو ظبي. مهند غلام 0505163525. السياره شكلها ما شاء الله جميل، هذا شيك قوي شويه، تمام. بس يلا احنا معاكم ان شاء الله مره ثانيه. معاكم شايفين السياره زي ما احنا شايفين، عشان ناس كتير سالتنا على تفاصيل كتير وعايزين يشوفوا شكل السياره وهي ماشيه وادائها طبعا والصوت والعزل زي ما احنا اتكلمنا. كل ده هنشوفه دلوقتي حالا. احنا دخلنا السياره وهنشوف الخامات ما شاء الله شكلها طبعا ممتاز. عندك التيتانيوم على الابواب، بيانو بلاك على مقابل الابواب، مكيف ما شاء الله قوي. احنا درجه الحراره حاليا ممكن واصله لحد فوق ال 40 في الغالب. زي ما احنا شايفين التابلو ما شاء الله شكله كمان حاجه شيك. احنا معانا السيد علي الكومي بيجرب معانا السياره، بيفكر يشتريها، وهو طبعا من اعضاء جروب الكابتيفا في مصر على الفيسبوك. مظبوط. الصراحه العربيه جميله صراحه، غير ما الواحد شاف الصور بتاعتها كتجربه وك شكل السياره نفسه والخامات الماتيريال بتاعتها كلها صراحه حاجه شريفه جدا. جربت اي سيارات ثانيه يا استاذ علي؟ كنت شفت الام جي بس مش عارف، يعني حاسس ان الشيفروليه مديها اقدم. ما اعتقدش ان الصيني دلوقتي بقى حاجه سيئه، بالعكس بقى اعلى كواليتي موجوده في السوق. بصراحه السياره اداها كويس، سحبها كويس. اهم حاجه كانت بالنسبه لي التست درايف بعد ما الواحد شاف الماتيريال كلها والسحب بتاعها. العزم حاسس بيه عامل ازاي؟ العزم كويس جدا، العربيه ماشيه مرتاحة، التكييف كويس. احنا الحرارة كام تقريبا في ابو ظبي دلوقتي؟ الساعة 11 داخلة على 12 12 يعني طالعين في عز العز يعني. حوالي 39 تقريبا او قدام عدي ال 40 كمان. تمام. والمكيف ما شاء الله احنا تمام. ما شاء الله. لا العربية صراحة 10 على 10. طيب. عربية جميلة، عربية مشرفة. ارتفاعها كويس، سحبها كويس. المطبات، ناس كتير بتسأل على موضوع المطبات. تقريبا المساعدين الخلفيين اللي هو اللينك مفصول. صراحه العربيه مرتاحه والسواقه مرتاحه جدا. الحجم شفته عامل ازاي بالنسبه لل رائع صراحه. انا جربت الكنبه اللي في النص وجربت اللي ورا، شايف ان كل اللي هيقعد يقعد مرتاح، مفيش اي مشاكل اطلاقا يعني في مساحه الصالون نفسه ولا كلمه. طيب انت عندك افراد العيله كام واحد ما شاء الله؟ انا عندي اربع اطفال ما شاء الله. يعني زوجة واحدة؟ اه الحمد لله ماشي كفاية تمام. فيعني العيلة كده تقريبا ستة ما شاء الله. الحمد لله حلو. ولسه في طبعا لو في زوار، لو في حد من الاهل، حد من الكبار، بيبقى طبعا ايه جربت استيعاب العربية كأسرة او كضيوف معاك او تحرك صراحة رائعة. جربت السيت الأخير؟ جربته لما كنا في الوكالة دلوقتي. يعني شفت المساحة الخلفية عاملة ازاي؟ المساحة الخلفية اللي يقعد فيها سواء ادلت، بس يعني يفضل كأطفال صغيرين بس اتس اوكي يعني. بالنسبه للجير السي في تي، حاسس بيه في عزم زياده عن سيارات تانية جربتها او اقل ولا نفس الشيء ولا ايه؟ طبعا نفس الشيء، السي في تي مقبول يعني زي السيارات التانية جربتها. انا عندي العربيه التانية اللي معايا السي في تي. اي سياره معاك؟ نيسان التيما. التيما اوكي. فتقريبا نفس الشيء. بس الالتيما اللي عندك 2.5 و161 حصان تقريبا. صحيح. طيب وانت احنا راكبين 1.5 توربو 149 حصان، وانت بتقول عليها ادائها تقريبا نفسه. ادائها جميل صراحه. تمام. احنا دلوقتي ماشيين على حاجه يعتبر هاي واي. احنا ماشيين على سرعه تقريبا ليك انت زي ما انت. صور بس عشان 100
عايزك تشد شويه عشان الناس بتسال على حاجات كتير في موضوع العزم والثبات والكلام ده كله. الثبات العربيه ماشيه بسم الله ما شاء الله. عزل الصوت والكلام ده كله تمام؟ بتفكر تشتريها من هنا عشان ايه؟ بفكر اشتريها لان صراحة لا من هنا مش من مصر. ليه؟ من هنا؟ اعتقد هي نفس كل حاجة، نفس اللي في مصر ولا اختلاف؟ في اختلافات بسيطة طبعا، لو على فئات كل الفئات مثلا عندنا احنا هنا 7 ركاب معظمهم في مصر، مفيش غير فئة واحدة بس بالظبط. فهنا في عندك اختيارات في الاسعار. صحيح. يعني تقدر يبقى تختار اكتر من سعر لنفس الفئة ال7 ركاب بالظبط، او فئة ال7 ركاب. طبعا كلهم فيهم الشاشات، كلهم فيهم الحساسات، كلهم فيهم الكاميرا، كلهم فيهم الابل بلاي. انا حاليا ماشي على 120 او طالع على 120 بس تقريبا بسم الله ما شاء الله، يعني ثبات مش حاسس ما شاء الله مرتاح جدا ما شاء الله. اعتقد ان فيها كروز كنترول. كلهم فيهم كروز كنترول وكلهم فيهم التحكم كامل على الستيرنج. بس في مصر تقريبا الكروز كنترول مش في البريمير بس. بالظبط، ما هي دي الفرق بقى. مصر فيها فروقات كتير او فيها حاجات مختلفه، مش هنقول ناقصه لان دي مواصفات لمصر يعني. فيها حاجات مختلفة عن هنا. هنا برضه حتى مصر في الجلد في مصر بالظبط بيعوضوا حاطين فيها الجلد في البريمير. احنا هنا ما عندناش الجلد في البريمير في الامارات عشان السعر ما يزيدش، وعشان احنا عندنا كذا فئة اخي يعني سعرية، فالناس تقدر تختار زي ما هي عايزة. والجلد طبعا ممكن اضافته في اي وقت وفي اي مكان. صحيح. طبعا فهي مش مشكلة كبيرة يعني. بس في مصر هم بيعوضوا عدم وجود بعض المواصفات بان هو يطلبها بجلد من المصنع يعني. صحيح. تمام. والميزه هنا كمان طبعا للمقيمين، طبعا انا بتكلم انه بيشتري السياره بدون دفعه اولى، حتى بدون ما يدفع اي حاجه خالص، بياخد السياره كل ما يعادها هنا اكتر كل ما سعرها بينزل في الجمرك. في مصر انت عارف في لازم تكون موظف هناك، ليه شروط يعني، في شروط مصريه طبعا انا مش متاكد منها كتير، بس المقيمين اللي بيفكروا بيقارنوا يشتروا من هنا ولا من مصر. طبعا الاحسن يشتري من فين يا استاذ احمد؟ اشتري من هنا ارتاح فيها كام سنه زي ما قلت، والجمرك ينزل ننزلها بعد كده. تمام. كل واحد حسب ظروفه يعني. طبعا 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 اكيد. المانوفر او بيقولوا عليها ايه؟ المناوره في الشارع عامله ازاي؟ يعني وانت بتتغير من حاره لحاره. الاستابيليتي ما شاء الله كويس جدا، حاولت انقل كذا مره دلوقتي. يعني هنزل على فرشه زي دلوقتي. لا انا شايف العربيه مش يعني بسم الله ما شاء الله مش 1500 يعني اوفر فاكس. يعني سحب السي في تي اللي هو مبرمج على 8 سرعات ما شاء الله عامل شغل. يعني 140. خلي بالك من الرادارات بس. لا العربيه حتى في الطلوع زي ما انت شايف. احنا طلعنا من طلعنا نزلنا نفق وطلعنا مطلع على سرعتنا زي ما هي. كويس. هنا 8. الرادار لسه مكمل. هو الاستاذ علي حافظ الرادارات بتاعت ابو ظبي كلها ما شاء الله، هو اللي مركبها شكله. او هو يمكن كان اخدها قبل كده الرادارات ولا ايه؟ اتعلمتها كلها مظبوط. طيب حلو. الشاشه بسم الله ما شاء الله شاشه كبيره 8 انش واضحه جدا، الواحد هو سايق الرؤيه مريحه. بعكس في فئات تانية من العربيات الواحد شاف الشاشه ما فيهاش وضوح او متغطيه اكتر من كده او حجم الشاشه نفسها. طبعا يا جماعه انا بصور بالتليفون، فايه يعني خلي بالكم يعني مش بكاميرا بروفيشنال ولا حاجه، طبعا احنا ناس برضه عاديين. ف يعني هتلاقوا اهتزازات وهتلاقوا فجاه بصور حاجه انا عايز اصورها، بصور الاستاذ علي وهو سايق كده يعني، فخلي بالكم. خلينا نشوف هنا، ده احنا دخلنا نفق طبعا مش سايق، مش هنرد على التليفون واحنا سايقين. خلينا ده المكيف الديجيتال، ده موجود في فئه ال ال دي اللي هي عندنا هنا تعتبر رقم 2 من ال7 ركاب طبعا. صور التليفون ما شاء الله يعني العربيه دي 130 و140 سموث طبعا، في نوع ما شاء الله جميل انا حاسس طبعا. وانا وعدت ناس كتير بصراحه ان انا بنفسي اسوق، بس انا استغليت ان انت اصلا عندك تيست درايف اليوم، يعني عندك موعد للتيست درايف، فقلت ايه انت تجرب وانا اصور. الصراحه انا كان نفسي، لان انا بسوقها كل يوم تقريبا يعني. وسعيد جدا. طب الحمد لله يعني. الحمد لله جميله ما شاء الله. طيب احنا دلوقتي مشينا حبه حلوين تقريبا، طلعنا من
يعني عدينا يمكن كام كيلو؟ كان حوالي دخلنا على مثلا 10-15 كيلو تقريبا، 10-15 كيلو بسرعة عالية في عز الظهر تمام الساعة 12 عندنا هنا في الخبي. الجو ما شاء الله جميل تمام، المكيف ما شاء الله احنا قاعدين عادي ما فيش اي حاجة خالص، مش حاسين بأي حر. نشوف المكيف الخلفي عامل ازاي، مفتوح تقدر تتحكم فيه طبعا، تفتحه وتقفله. الركاب الخلفيين هيكونوا حاسين بالمكيف عادي ما شاء الله لاخر صف، يعني زي ما احنا شفنا مدام منى زكي لما قعدت في اخر صف وهي متضايقه قالت لك محتاجه بعد شويه، فهي عملت حساب الموضوع ان المكيف عندها يكون واصل عادي مفيش مشكله يعني تمام. دي ابو ظبي الجميله طبعا هنا الكورنيش تمام، احنا مشينا حبه حلوين يعني ما حسيناش حتى بالوقت خالص، احنا بقالنا تقريبا 10 دقايق ماشيين، الفيديو كامل 10 دقايق، احنا عملنا يمكن دخلنا على 25 كيلو او 30 كيلو تمام، ونعمل زي ما احنا راجعين. ممكن اسوق انا بقى يا استاذ علي؟ ماشي يلا اركن بقى في حته امان ونبدل السواقه، يلا هنكمل معاكم مره ثانيه بعد الفاصل. كده على الدفع على الكمبيوتر زي ما انت زي ما انا؟ حرق الشباب بس. اهلا بكم، معاكم مهند غلام 050-516-3525، مهند غلام من بن حموده للسيارات. زي ما وعدناكم النهارده احنا هنجرب الكابتيفا السبع ركاب، ناس كتير سالت على التجربه، احنا خدناها في يمكن في اقصى الظروف. انا والاستاذ علي سيد علي كان جاي يعمل عليها تيست درايف، كان عنده موعد اليوم نجربها والحمد لله. السياره ما شاء الله احنا الساعه 12 في ابو ظبي، درجه حراره معديه ال 40، المكيف ما شاء الله تمام طبعا مش هتحسوا بيه بس احنا قاعدين ما شاء الله مرتاحين. العزل ما شاء الله قوي جدا، الثبات يعني هنا السرعه 80، انا باخد كيرفات او منحنيات بكل بساطه يعني ما فيش اي معاناه من اي نوع عندنا. طبقات انا بجربها اهو عشان نشوف السسبنشن او نظام التعليق عامل بيثبت السرعه الطلوع على الجير على وهو على دي السي في تي العادي تمام، لان احنا نقدر نحوله سبورت تمام، نقدر نغير التسارع بتاعنا طبعا بس مش هحوله دلوقتي تمام. احنا دلوقتي ماشيين على سرعه 100، التنقل من حاره لحاره بكل نعومه مفيش اي معاناه. في ناس علقت على الاستيرنج انه فعلا خفيف، فعلا مسيطر عليه بكل سهوله، التحكم فيه سهل السيارة زي ما انتم شايفين. لو الأستاذ علي اللي بيصورني هو المرة دي، أنا بحرك الستيرنج السيارة ما بتتحركش أصلا من مكانها مظبوط؟ ده حقيقي تمام، ده ثبات، ده ثبات الشيفروليه الحمد لله، لأن السيارات دي بتبقى مصممة لطرق طويلة مسافات بعيدة طبعا بيكون فيها عوائل، أكتر شيء طبعا يأمنها الأمان وراحة الركاب، يأمنها العزل، يأمنها السوق، يأمنها استهلاك البترول. اللتر الواحد بيمشيها في حدود ال 14 كيلو، ده عن تجربه مش تقييم تقدير يعني. اسكت ان شاء الله نجرب تسارع هنا يا استاذ علي، البيك اب بتاعه اهو تمام، هي لو صورت لنا العداد الديجيتال شوف التسارع بتاعه عامل ازاي تمام. هرجع اهدى تاني بس عشان على بالك العداد باين عندك ولا ديجيتال؟ باين بس هي ضغط الشمس اللي طالع شويه صحيح. السسبنشن ناس كتير كانت بتسال عليه، ما شاء الله احنا ما حسيناش باي حاجه خالص في المطبات اللي احنا ماشيين عليها هنا في ابو ظبي، هي مش مطبات كتير قوي بس يعني
اللخبطه اللي هي ما بين الحارات بتحس فيها وبتعرف اذا كانت السياره السسبنشن بتاعها قوي متين وهيشيل ولا لا. تمام، ممكن نجرب سبورت. نزلنا على سبورت اهو بس عشان نطلعه. يطلع عندنا على الديجيتال سبيدوميتر هنا السرعه بتاعتنا هنا عندنا هنا. انا كده ماشي على السادس. مش عبير السادس، هو طبعا هو جير مبرمج يعني مش دروس فعليا، جير مبرمج على 8 سرعات. تمام، فاحنا دلوقتي ماشيين على السرعه السادسه. تمام، هنرجع تاني على دي سبورت. تمام كده احنا ماشيين على السابع. جير السابع نازل اهو للسادس. كده بتستخدمك كانك بتستخدمها عادي. في بقى عندك وزن في السياره، معاك العيله، في طالع مطلع، محتاج عزم، محتاج عزم زياده، بتنزل الجير للمانيوال وبتنطلق يعني براحتك تماما. امشي بقى بسرعه عاديه. تمام، في عندك الايكو مود هنا كمان. الايكو مود ده عشان اشتراك الكنترول طبعا. عندنا هنا الوصلات بتاعت اليو اس بي اثنين. ايوه طبعا، لما نوصل التليفون بالكيبل هنا على الوصلات دي بيجيب لنا ويز والواتساب والجوجل مابس كله بيظهر على الابل بلاي موجود على الشاشه هنا عشان ما نمسكش التليفون ابدا طول ما احنا في السياره. كل حاجه بنعملها بالاوامر الصوتيه. موضوع الاوامر الصوتيه موجود هنا على الستيرنج يا استاذ علي. في كل الفئات. يعني تقدر بالاوامر الصوتيه تتصل بحد، تبعت له رساله، تبعت له واتساب مسج، او تتقري لك الرساله عن طريق الواتساب. بتسمع الرساله على الشاشه. الخاصيه دي مش موجوده في الفئات اللي موجوده في مصر في الغالب حسب ما انا اعتقد، ويا ريت لو حد ياكد لي المعلومه دي، لان في الغالب في اختلافات شويه في الموضوع ده يعني. تمام، احنا خلاص تقريبا التجربه السريعه قربت تخلص. انطباع ما شاء الله. انا زي سياره زي اللي بسوقهم كلهم في سياراتنا في الشيفروليه. انا بداوم او شغلي في الشيفروليه. كل سياراتنا بنفس الطريقه تقريبا مع فروقات بسيطه يعني. الباور الزياده في السيارات المكان اللي عندها مكن او مواتير اكبر يعني. بس سياره استخدام يومي عائلي عملي اقتصادي، مريحه، معزوله، ما فيش فيها صوت، ثابته طبعا على الطريق وعلامه موثوق فيها طبعا من هنا علامه الشيفروليه. طبعا يعني انا اللي ببيع السياره بس اكيد مقارنه مع سيارات ثانيه كتير برشحها طبعا. احنا معانا اليوم الحمد لله من حظنا ان الاستاذ علي هو فعليا زبون. فعليا زبون عندي. شكرا جدا. فعليا زبون عندي وكان عنده موعد التست درايف، وانا عشان مش هقدر اصور لوحدي التست درايف من هو يعني قانونيا هنا ان انا امسك التليفون اصلا وانا سايق، فاستغليت ان هو يسوق وانا اصوره وانا اسوق وهو يصورني. صراحة تجربة رائعة. العربية مش شايف فيها أي مشكلة صراحة، مغطية كل حاجة من كل الاتجاهات. كان بقي لي نقطة بس هي تيست درايف إن أنا أطمن على عزم العربية أو مكان العربية. صراحة كل حاجة متغطية، كل حاجة رائعة. هي فيها البوش ستارت، عندك فيها بلاك الأسرار، في الديجيتال، وفي الفئة الـ LT. البيانو بلاك ده زي البريمير بالظبط. الاختلاف ما بين السيارة دي أو الفئة دي والبريمير اللي هي الأعلى عنها، العداد بيكون شاشه كبيره ديجيتال. فيها حساسات قدام. رنجاتها صوت طبعا، شكلهم رياضي اكتر شويه. الهاند بريك الكتريك او الكترونيك. وفيها الاوتو هولد. والمرايات بتاعتها ضم مع الريموت، تقفل وتفتح مع الريموت وانت بتفتح بالريموت. تمام، وفي خياطه جلد على الستيرنج او ستيتشنج على الستيرنج بيبقى موجود هنا، شكله شويه كمان افخم يعني. بس الفروقات دول في السعر بصراحه مش كبيره يعني. الفرق ما بين السياره ال LT اللي احنا راكبينها اللي فيها الفتحه وفيها كام احنا شايفين الكاميرا فيها الجايد لاينز او خطوط الارشادات
عشان تعرف تركن بكل سهولة. ده موجود في الفئة LT كمان، هي رقم 2 من السبع ركن. انطباع أخيرة يا أستاذ علي. صراحة العربية جميلة، مغطية كل المواصفات اللي احنا يعتبر محتاجاها. تجربة موفقة وصراحة ريكومند العربية، وإن شاء الله يكون لنا نصيب فيها بإذن الله. يا رب يا رب. متشكرين جدا وشكرا لوقتك يا معلم. أهلا بيك. شكرا أستاذ علي. شكرا شكرا الله يحفظك. هنشوف بس من ورا. شكرا أستاذ علي. الحجم عندك هنا السبع ركاب يا استاذ علي، انت شفت حركه السيتس بتتحرك ازاي؟ تقدر تنزل عندك هنا هولدر كاب، وعندك وصله اليو اس بي برده. ايوه لكل الركاب او كل الركاب. ايوه في عندنا وصله هنا لليو اس بي، نفتحها اهي عشان طبعا لان دي سياره عيله، مش عايزين مني يتخانق على مين يشحن تليفونه الاول. ففيها يو اس بي حتى في السيت الاخير مكان ما منى زكي قعدت تقريبا يعني. تمام. هنا ده الصف الثاني بالمساحه، نقدر نسحب السيت، نكبر لنا شويه ورا ونقدر نحرك السيت كامل، يسهل الدخول. تمام. ونفس الكلام في السيت الثاني. وطبعا قاعده الكرسي نفسها بتتشال تماما، تتقلب عشان ينزل السيت ويدينا كل مساحة فلات من اول ظهر السائق لحد الشنطة ورا او الدبة الخلفية. وريتها لكم في فيديو تاني قبل كده، شوفوه على نفس القناة عندنا. ده شكل السيارة ان شاء الله. مرة تانية نشكركم على حسن متابعتكم، وتبعتوا لنا اللي انتم بتسألوا عليه في التعليقات لو سمحتم. معكم مهند غلام 050-516-3525. اهلا بكم.